أما شيخنا مشهور حسن حفظه الله فهذا أشهر من أن يذكر. شيخنا مشهور حسن في فترة من الفترات كما قال لي كاد ألا يتزوج. ليه؟ والله ما أنا فاضي. لا يا شيخ مشهور سنة الأنبياء، بقول عشان هيك اتجوزت سنة الأنبياء، ولا هو إيش؟ مش فاضي. من الصبح للمساء وهو وين؟ في مكتبة الجامعة الأردنية، في مكتبة الجامعة الأردنية تحوي الدرر. فقال وصلت إلى مرحلة ما من مكتبة عامة إلا وأعرف على كل رف شو فيها كتب، سواء في الأردنية، مكتبة الجامع الحسيني، مكتبة أمانة العاصمة، إلى 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 آخره. بالساعات، وأنت يا ما شاء الله عينيك ستة على ستة ما بتقرأش، الله ربنا يحفظ لك إياها، وجاييني تركيلي على الحيط وتتثاوب وبتقول لي عن حالك طالب، إذا بتضحك عميقة